اربع سنين وبشتغل هنا اوفيس مانجر وسوشيال ميديا سبيشالست بقالي سنتين. اولا احنا مبسوطين جدا جدا ان انتوا جيتوا ومبسوطين من كل الناس اللي جم بدري وقبل العروض ما تبتدي. ذات نايتس احنا عاملينها لكذا هدف. اول هدف ان في ناس كتير قوي من جوه الاستوديو طلبه بياخدوا ورش كتير جدا وعندهم تالنتس ثانيه غير التمثيل احنا حابين ان الناس تشوفها، وحابين ان المكان ده يبقى مكان عروض ثابت. اي حد جوه الاستوديو او بره الاستوديو حابب ان هو يبين الموهبه بتاعته، مش لازم يكون بروفيشنال جدا، مش لازم يكون بيتقن جدا اللي هو بيعمله، لو بس محتاج ان هو يجرب قدام جمهور صغير احنا موجودين. كلموني، كلموا اي حد من التيم بتاعي، انا ناجي، زيارة، بط، جامايكا، نورهان، كلنا موجودين هنا علشان هدف المكان ده كله ان احنا نطلع تالنتس جديده باستمرار ويكبروا اكتر علشان يبقوا موجودين في السوق، علشان احنا مؤمنين ان الناس كتير دي تستاهل ان هم يبقوا موجودين. احنا النهارده عندنا كذا اهل ومبسوطين جدا ان هم كلهم من الاستوديو. معانا كريستين هتغني من ورشه التمثيل. برضو سالي